تعالى الناحية دي بقى وما تفصلش الكاميرا تاني، عشان انت فصلت الكاميرا في الفيديو اللي فات مش عارف اصورك تاني. بس 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 بس. عشان لو فصلت الكاميرا المرة دي تاني مش هصورك، عشان انت قصيت الفيديو. انا يعني كنا هنعمل فيديو واحد، انت بتنمر كده ليه يا بخل؟ انت بتنام زي الفجر كده ليه؟ لا لا لا، ما هتفصل الكاميرا كده، ما تتغباش. تعالى انت بتنام. هو انا كل ما اجي اصورك لما بتنام زي البغل كده بتيجي عليا مره واحده كده ايه؟ علي اب، تعالى انا خد 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 خد، تعالى خد تعالى، نام يلا، نام نام زي ما كنت بتنام. تعالى حياد، خد تعالى، انت عمال تحك فيها ليه؟ ده زي ما عنديش لحم. ما انت هتفصل الكاميرا كده تاني، كده هتفصل الكاميرا تاني، كده هتفصل الكاميرا تاني. تعال تعال تعال، هو انا كل ما اجي اصورك وانت نايم على جنبك بتقوم ليه؟ خد اقول تعالى، انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ خد بس تعالى من ورا ظهري، تعالى اما انت حط الظهر ده، تعالى انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ لو فصلت الكاميرا مش هصورك تاني. خد عم اقول لك، انا سبت حجر المقص عشان العب معاك. تعالى الناحية دي، تعالى الناحية دي، مش قادر ألف وراك بالكاميرا. تعالى الناحية دي، تعالى الناحية دي. أنا عايز أعرف أنت عمال تحك فيها ليه؟ تعالى الناحية دي، بس هتفصل الكاميرا. أنت عمال تخش في قلب البتاع، تسد الكاميرا بعينيك وهتفصل الكاميرا. خد أقول اوبا، خد 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 خد، لا انت بتعمل كده هتخربشني، هتخربشني، هتفضل تخربشني. خد اقول، خد اقول، تعال افصل الكاميرا تاني، تعال افصل الكاميرا تاني زي ما فصلتها. كده هتخربشني، كده هتخربشني، هزعل منك. انت رايح فين؟ رايح فين؟ هتخرج؟ خلاص بص، انا هفصل انا الكاميرا النوادي بقى ونام، وهفصل انا الكاميرا النوادي ونحطك على النت. يلا نام.